أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ قافلة طبية وبيطرية توعوية إرشادية شاملة إلى قرية 73 والقرى المجاورة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ. شارك في القافلة عدد من الأساتذة والمتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة. احنا النهاردة معانا قافلة طبية وبيطرية شاملة مؤلفة من كليات وتخصصات مختلفة من جامعة كفر الشيخ. معانا تخصصات الطب البشري، الطب البيطري، الصيدلة، الأسنان، التمريض، الأداب، التربية النوعية. كل بيخدم في مجال تخصصه ودراسته وعلمه وعمله. احنا مثلا في كلية الطب البيطري معانا أساتذة من التخصصات المختلفة الإكلينيكية بالكلية، تخصصات أقسام الجراحة البيطرية، طب الحيوان اللي هو الأمراض المعدية والأمراض الباطنة، أساتذة من قسم أمراض الدواجن. بيتم توقيع الكشف الطبي على الحيوانات والدواجن لأهالينا المزارعين في قرية 73 مركز الرياض، وتوزيع أدوية مجانية على المزارعين. بنقدم خدمة مجانية للشعب سواء كشف بشري أو كشف بيطري. احنا دلوقتي موجودين في القافلة الطبية البيطرية، بنقدر نقدم موجودين أكتر من قسم كلينيك تبع الكلية، موجودين قسم البطنة وقسم الولادة وقسم الجراحة وقسم الدواجن. بنقدر نحن نكشف على الحيوانات المريضة والحيوانات السليمة. بنقدم الخدمة يعني الخدمة التوعوية للشعب والجمهور، ان هو ازاي ما يصيبش الحيوان، ازاي يقدر يتعامل مع التحصينات المجانيه. كل التخصصات موجوده النهارده. بصراحه النهارده يوم جميل قوي، الناس مستمتعه ومبسوطه جدا. الخدمات الطبيه متوفره طبعا، في اهتمام ورعايه للناس، الناس ما حدش اشتكى بصراحه. انا من ضمن الناس اللي دخلت وكشفت، مهتمين بالناس جدا، اطفال كبار،